ايه هي اللغات الأجنبية اللي بتأثر في اللهجات العربية؟ النهاردة عندنا مثال للهجة العامية المصرية، يلا نبدأ، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم كل متابعين القناة، كل محبي تعلم اللغات، أهلا وسهلا بكم في قناة دنيا اللغات. النهارده هنتكلم على اللغات الأجنبية، أمثلة لبعض اللغات الأجنبية اللي بتأثر في اللغة العربية أو اللهجات العامية العربية بالأحرى. النهارده معانا اللهجة المصرية. من أكثر اللغات اللي بتأثر في اللهجات العربية وجود ظروف تاريخية معينة اللي هو جيراننا بشكل عام، زي مثلا اللغة الفارسية واللغة التركية، دي من أكثر اللغات تأثيرا على اللغة العربية قديما، وفي بعض اللغات التانية اللي هنتعرض ليها لاحقا. النهاردة هنتكلم على اللغة العامية المصرية. بما أن مصر دولة مهمة جدا في الوطن العربي ومن أكثر اللهجات المنتشرة في الوطن العربي بحكم وجود الفنون والآداب الموجودة في مصر، في بعض اللغات طبعا أثرت على اللهجة العامية المصرية، من أهم اللغات قديما اللي هي اللغة التركية. بما أن الوجود التركي العثماني كان موجود في مصر فترة من الزمن لا تقل عن 500 سنة، من سنة 1517، فالوجود التركي ده أثر بشكل عام على اللهجة الشامية، لهجة بلاد الشام، واللهجة المصرية، لأن دي كانت أكثر المناطق اللي موجود فيها الوجود التركي العثماني. بعض أمثلة لبعض الكلمات المنتشرة في اللهجة العامية المصرية زي كلمة شاكوش. شاكوش وتعني باللغة العربية المطرقة، شنطة وتعني حقيبة، وبوستة وتعني البريد، وأوستة، أوستة منتشرة طبعا في مصر وهي معناها الخبير في مجال معين. أيضا من اللغات اللي أثرت في اللهجة المصرية هي اللغة الفارسية، وعندنا بعض الكلمات المنتشرة جدا في اللغة اللهجة العامية المصرية وبعض الناس ما تعرفش ان هي اصلها فارسي، زي كلمة بس يعني اسكت، ودي كلمة فارسية. كلمة تانية معناها خيش او خيشة بمعنى كيس القماش، وعندي بعض الكلمات الأخرى المنتشرة معنى كلمة خردة يعني فكة أو حاجات قديمة، وأشياء كتير لو هنتكلم عليها كتير هنا في الحلقة مش هيكفي من الوقت. وأمثلة من اللغات الحديثة اللي أثرت في اللغة المصرية نتيجة التفاعل التاريخي هي اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية. في القرن التسعتاشر والقرن العشرين كان وجود عدد كبير من الأجانب وخاصة الأجانب الإيطاليين وتحديدا في اسكندرية، فأدخلوا بعض الكلمات اللي هي موجودة في اللغة العربية أو اللهجة المصرية حاليا. من أمثلة زي الكلمات دي كلمة بانيو، بانيو فالسو، فالسو يعني مزيف، وكلمات أخرى كتير باللي هي بتنتهي زي بحرف الأو. وأيضا اللغة الفرنسية، بما أن كان في طبقة أرستقراطية موجودة في مصر غنية في فترة الاستعمار في القرن التسعتاشر، فكانت دائما التعامل مع فرنسا، فأطلقوا بعض الكلمات الحديثة اللي موجودة في اللغة الفرنسية. هنعطي بعض الأمثلة البسيطة من الكلمات، وأكيد في كلنا نعرف حاجات كتير من اللغة الفرنسية، منها على سبيل المثال كلمة أسانسير أو المصعد، أسانسير أو المصعد. وفي عندي كلمات تانية زي برافو، وعندي كلمات تانية منتشرة في الطبخ زي بوري، باني، دي كلها كلمات فرنسية وأثرت على اللهجة المصرية وما زالت تستخدم حتى الآن. وفي عندي بعض الكلمات استبدلناها بلغات تانية زي كلمة مكياج، مكياج يعني أدوات الزينة، دي كلمة فرنسية وحاليا استبدلناها بكلمات إنجليزية في اللهجة العامية المصرية.
لأن دخول عصر التكنولوجيا فلقينا اللغة الإنجليزية وتحديدا الأمريكية بتأثر تأثير كبير على المجتمع المصري أو اللغة العامية المصرية، ومنها كلمة زي ما قلنا مكياج أصبحت ميك اب، وأشياء كتير زي الويك أند والشوز بنقول على الحذاء شوزة أحيانا بنستخدمها، وفي بعض كلمات كتير جدا لو خصصنا وقت للحلقة نتكلم عن كل الكلمات مش هيكفي ساعات وساعات وأيام وأيام. لو عندكم أي كلمات أو عندكم استفسار عن بعض الكلمات أصلها إيه اللي موجودة في اللهجة العامية المصرية والكل يشارك يريد من كل الوطن العربي، اكتبوها في الكومنتات أسفل الفيديو وهرد عليكم في خلال 24 ساعة. أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقة دي، وإلى اللقاء في حلقات جاية مع قناة دنيا اللغات مع مستر محسن. شكرا لكم وإلى اللقاء.